ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايس كوفي بطريقه جديده جدا، هي حاجه من اختراعي، فممكن تنجح وممكن تفشل، ولكن انا متاكد انها تنجح لان موضوع الايس كوفي والكلام ده لعبتي يعني. واللي واخد باله ان احنا بنزيد دلوقتي بالتزايد حلو جدا، يعني دلوقتي وصلنا ل 20,000 وداخلين ان شاء الله على 30,000. ففي كذا حد قال لي ان احنا عايزين ان انت تعمل لنا حاجه ناكلها بدل ما حاجه نشربها. فلو الفيديو ده جاب 2000 لايك، بصوا انا كريم اهو جدا معاكم، انا بتلكك اصلا عشان اعمل حاجه تتاكل يعني. لو جاب 2000 لايك هعمل لكم حاجه جامده جدا تتاكل. فتعالوا ندخل في موضوع الفيديو عشان ما نرغيش كتير بقى. طيب هنجيب كوبايه عاديه جدا، وانا عارف بقى ان يعني من اول الفيديو كده هيبقى ايه في لخبطه. هنجيب عنب. هتقول لي يا صاحبي ايس كوفي وعنب، انت بتعمل ايه؟ خلاص كريم دماغه راحت منه. لا دماغي لسه ما راحتش ان شاء الله يعني. فهنجيب عنب ونحطه في الكوباية عادي جدا. عنبية يابا، ولا لينا اي بص يا الله على الحلاوة. تمام، حطينا عنب في الكوباية. هنجيب بقى اي حاجة نهرس بيها العنب ده. انت عندك بقى ايه؟ تهون عندك اي حاجة؟ يعني انا جبت معلقة عشان اهرس بيها العنب ده، نهرسه كده ايه هرسة محترمة. فود يعني نشوف اي حاجة احنا عندنا بنهرس بيها. انا عنب الكوباية دي مش نافعاني. بص انت ايه، حاول بقى تهرس العنب ده كده يبقى ايه متهرس كده تحت كده، عشان دي هتبقى الطبقه الاولانيه يعني. احنا كده هرسنا العنب اهو كده يعني، هرسناه باي حاجه، بس انت يعني احسن لك انت تهرسه قبل ما تحطه. ولكن برده لا انا حطيته برده عشان الميه بتاعت العنب وكده هتفضل موجوده يعني تحت. ممكن تستبدل كمان العنب باي حاجه، انا ممكن تجيب بقى بطيخ، ممكن تجيب موز، ممكن تجيب فراوله، عيش حياتك يا باشا يعني. الفاكهه دي انت بتستبدلها براحتك جدا. تاني حاجه هنحط ثلج عادي جدا برده، مفيش اي مشكله. يبقى كده طبقه عنب وطبقه ثلج، هيبقى كده طبقة عنب وطبقة تلج. تمام، هتجيب بعد كده لبن عادي خالص وهتقوم صبه. حلو قوي كده، يبقى كده عنب وتلج ولبن. هتجيب بقى كيس نسكافيه عادي خالص بجنيه وتحطه في ميه ساقعه كده او ميه دافيه ومع حبه ميه صغيرين جدا، وافضل قلب لحد كده ما ايه النسكافيه يدوب خالص في الميه. المرحله دي بقى مرحله مهمه جدا يعني، فانت لازم تشوفها معايا علشان دي ايه دي التركايه في الحوار. فانا هنزل لك الكاميرا شويه، مش لازم انا بان. طيب الحته دي مهمه جدا لازم تبص معايا فيها. انا هعمل ايه بعد ما تجيب النسكافيه بتاعك كده وتقلبه بظهر المعلقه او بوش المعلقه؟ المهم يعني انت تحطه بالراحه جدا علشان يفصل ما بين اللبن وما بين القهوه. بصوا بقى شكله عامل ازاي، وهو ده اللي كنت بتكلم عليه، ان انت تفصل القهوه عن اللبن. طيب بعد ما فصلنا القهوه عن اللبن هيبقى شكله عامل كده يعني. الحركه دي بس علشان شكليا يعني او ذوقيا يبقى الشكل شكله حلو يعني في الاخر. هنجيب بقى الويب كريم، وانا لحد هنا كده تجربتي خلصت، لكن يعني انت لو انت هتجرب معايا جرب لحد هنا فقط، لكن دي واللي انا هعمله لسه بعدين دي حاجات من عندنا بس عشان بس في التصوير يبقى شكل الحاجه شكلها حلو، او انا بشربها يبقى شكلها حلو. فانت لو عندك قشطه، مش عندك خلاص. ممكن تجيب بقى الويب كريم دي، او ممكن تجيب كيس كريم جانتين اللي هو بيبقى ب 2 جنيه ولا بجنيه ونص تقريبا، وتعمله انت في البيت اللي هو بيبقى دريم والكلام ده. فمش معضله، مش عندك اصلا ولا ده ولا ده، ما توجعش دماغك وما تجيبش اصلا. هتجيب الويب كريم ترده كويس بقى عشان احنا هنعمل لوحه فنيه. تمام قوي كده. هتجيب بقى الصوص ده، يعني انا ما لقيتش عندي غير توت وفراوله، فقلت لا فراوله هيبقى شكله حلو جدا يعني مع العنب وكده يعني. فبرضو انت عندك ما عندكش خلاص عادي جدا، بس ده علشان تزيين فقط يعني. هتجيب بقى ايه صوص الفراوله كده بالراحه خالص كده ايه، وعلى جنب بس. ده هيبقى شكله جامد قوي يعني. طيب دي افتكاسه من عندي، هي عجبتني بصراحه وعارف ان هي تبقى طعمها حلوه. فانت لو عندك وقت والكلام ده روح جربها وهتدعي لي عشان عارف ان هي تبقى جامده جدا. وزي ما احنا اتفقنا لو احنا وصلنا الفيديو ده ل 2000 لايك او 1500 لايك هعمل لكم فيديو ازاي تاكل حاجه حلوه بسعر رخيص، وهنبدا بقى نعمل بقى اكلات بقى مع بعضينا والكلام ده. المهم طبعا لو انت عاجبك الفيديو تعمل فولو والكلام ده، تروح على اليوتيوب بقى تعمل هناك سبسكرايب لاني بقدم عظمه هناك، والتيك توك طبعا والكلام ده. وكالعاده زي ما انا معودكم دوس يا كوتش. السلام عليكم.